Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم راضين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. حصل عنوان ماريو فيرسس دونكي كونج على معدل تقييمات 77 على موقع ميتاكريتيك، يعني نقدر نقول انه وفقا للتقييمات ديت اللعبة بين جيدة وجيدة جدا، والحكم في النهاية للعب. وايضا حصل عنوان ريماستر توم بريدر الجزء الاول الى الثالث على معدل تقييمات 78 على موقع ميتاكريتيك، واذا برضو ممكن نقول ان الريماستر على مستوى التوقعات، وانا عن نفسي متحمس للعب الجزئين. يمكن لمصادر يورو جيمر الآن تأكيد التقارير السابقة التي أفادت بأن السويتش 2 أو أي كان جهاز نينتندو الجديد هيسمى، الذي كان من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من عام 2024، تم تأجيله الآن للربع الأول من عام 2025. ليه حصل كده؟ وفقا للتقرير، لضمان أن تتميز مجموعة إطلاق النينتندو سويتش الجديد بأكبر عدد ممكن من العناوين المميزة بشكل منفصل. أبلغت أيضا VGC عن تأجيل إصدار الجهاز الجديد إلى الربع الأول من عام 2025، حيث تقول مصادرها أن نينتندو أطلعت مؤخرا شركات ألعاب الطرف الثالث على الانتقال من أواخر عام 2024 إلى أوائل عام 2025. وأخيرا أعلنت شركة سوني أن جهاز بلاي ستيشن 5 والذي يبلغ من العمر 4 سنوات لم يحقق أهداف المبيعات هذا العام، وأنه من المرجح أن يعاني أكثر. وشهدت الشركة مبيعات عطلة أضعف من المتوقع، وخفضت توقعات مبيعات البلاي ستيشن 5 للعام المالي المنتهي في مارس إلى 21 مليون وحدة، دوت بانخفاض عن 25 مليون وحدة مباعة المتوقع. وقالت الشركة أيضا أنها تتوقع انخفاضا تدريجيا في مبيعات الوحدات في السنة المالية المقبلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لا تخطط لإصدار أي من العناوين الحصرية الخاصة بها خلال تلك الفترة. يعني 2025 يبدو أنها ستكون متصحرة. وقالت نيومي ماتسوكا النائب الأول لرئيس شركة سوني في مؤتمر عبر الهاتف، كما ذكرت وكالة بلومبرج، إن وهنا بقتبس: بالنظر إلى المستقبل سيدخل البلاي ستيشن 5 المرحلة الأخيرة من دورة حياته. مش واضح إيه المقصود يا أصدقائي بالتعبير دوت المرحلة الأخيرة من دورة حياته، وبخاصة أن لسه جهاز يعتبر مش هقول جديد لكن بقاله 4 سنين، يعني لسه مفروض يكون قدامه 3-4 سنين كمان. لكن يبدو أن الجيل الحالي للأجهزة مخيب للأمال، ليس فقط للجمهور ولكن أيضا للشركات. وممكن من هنا نفهم ليه نينتندو مش مستعجلة بالضرورة أنها تنزل الجهاز الجديد. وكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها وأن نهاركم يكون أبيض وجميل. شكرا للمشاهدة وللدعم وللحب، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.